انت شايف دمار وخراب وبقولوا احنا يعني من رفح منطقه امنه ورفح توجه لرفح وبيجوا المدينه بيجوا النازحين علينا هنا فرفح واحنا هينا بناخذ اللي بنشوفه منهم من اليهود ومن الهذا اللي بيصير فينا قاعد بقول لك اذهب لها هاي رفح هاي رفح خراب صارت زيها زي الشمال زيها زي خان يونس زيها زي الشاطئ زيها زي الشجاعيه استمرنا احنا ننتقل على رفح لان منطقه امنه بقولنا هاي ننتقلنا على رفح الحمد لله نحمد الله هاي اللي صار هاي الطيران اللي صار ضرب دار الجيران وهاي الدار اللي احنا قاعدين نازلين عندهم تضرت بشكل كبير واحنا كنا بدنا نموت فيها وهذا الامن والامان.